مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. جيران معسكر في عدن يطالبون بنقله خارج أحيائهم. وفي يمن مونيتور الحوثيون يواصلون تصفية عناصرهم الذين أسقطوا صنعاء. وفي الأخبار المنوعة، بريطاني ينتظر 50 عاما ليحصل على رد لرسالته. أهلا بكم. استعانت ميليشيا الحوثي بالعديد من الوجهات القبلية لإسقاط صنعاء 2014، ولكنها عادت الآن للتخلص منهم، وقد ركزت المواقع الإخبارية على هذا التحول. وعلق موقع يمن مونيتور: جماعة الحوثي تستمر في الانتقام من حلفائها في إسقاط صنعاء. وقال مسؤولون إن القتال بين الحوثيين أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في محافظة عمران شمالي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ومن بين القتلى مجاهد قشيرة، وهو زعيم قبلي قتل مع الحوثيين وانضم إلى الجماعة لإسقاط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وأدى ذلك إلى انهيار البلاد وحرب مستمرة بين الجماعة المسلحة والقوات الحكومية منذ ذلك الحين. وقال المسؤولون في عمران إن الحوثيين اعتقلوا 10 المقاتلين من أنصار قشيرة في منطقة ريدة، واستمر الاقتتال 2 متتاليين وأدى إلى مقتل وإصابة 10 المقاتلين، بينهم قيادات بارزة في الجماعة تنتمي لمحافظة صعدة المجاورة. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت عملية سحل وجر لجثة قشيرة في أحياء المنطقة، وليست المرة الأولى التي ينتقم فيها الحوثيون من حلفائهم. فسبق أن قتل الحوثيون في ديسمبر 2018 الرئيس اليمني السابق صالح بعد أن حاول تبديل ولائه بعيدا عن الجماعة المسلحة التي تحالف معها لإسقاط صنعاء. وقال شيخ قبلي في عمران ليمن مونيتور: فضل عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام. إن الحوثيين يهدفون لإثارة الرعب لدى المشايخ في عمران من معارضة ما يقومون به. فخلال الشهرين الماضيين قام الحوثيون بقتل عدد ممن ساعدوهم في دخول عمران وصنعاء عام 2014. بثت ميليشيا الحوثي مقطعا مصورا لقيام عناصرها بقتل أحد مقاتليها في عمران وسحله لمسافات طويلة، وأرادت وفقا لمصطفى جبزي إيصال رسالة إلى المجتمع اليمني الذي تعيد تشكيله وفقا لمصالحها ورؤيتها. وأضاف الجبزي في مقال نشره موقع المصدر أونلاين: لا تسعى الحركة الحوثية إلى فرض نفسها كسلطة فوقية مكتفية بالهيمنة السياسية والانتفاع المادي، لكنها أيضا تريد تغيير الخريطة الاجتماعية والأيديولوجية للمجتمع اليمني. سيكون المجتمع اليمني مصنفا اجتماعيا وأيديولوجيا إلى ما قبل الحوثية وما بعدها. تسعى الحوثية بعد إفراغها لمحتوى الدولة المعتل في الخمسة الأعوام المنصرمة إلى سحق القبيلة بالتوازي ككيان اجتماعي يمني عتيق، لتبني نموذجها الاجتماعي الخاص الذي لا رأس فيه يعلو ويظهر إلا رأس السيد بكل ما فيه من قداسة، ثم مجتمع المشرفين والمشروفين. لم يشهد المجتمع اليمني تاريخياً حركة مماثلة في شراهتها إلى التغيير الاجتماعي كالحوثية، سوى حركة علي بن الفضل مع الفارق الجوهري والشاسع في الهدف الاجتماعي الكلي لكل من الحركتين. من السذاجة جداً اعتبار الحركة الحوثية حركة زيدية من حيث فلسفتها الاجتماعية أو التهوين من شأنها بالقول إن اليمن أكبر من الحوثي، أو اعتبارها مجموعة نزقة من أبناء الجبال المعزولة. هي حركة فحصت التاريخ الاجتماعي جيداً
ونقبت في عثرات مشروع الإمامة الطويل والمجهض، ووجدت في النموذج الخميني ورؤيته الاجتماعية ضالتها، بل هي ذراعه المحلي. لذا فإنها ستسحق المجال السياسي وستسحق القبيلة، أو ستقضي على استقلالها النسبي وتعيد هندسة المجتمع أيديولوجياً ابتداءً بالأطفال والشباب، لما يخدم رؤيتها الاجتماعية الهرمية ذات الأبعاد التمييزية. هذه ليست مرافعة لحماية القبيلة بقدر ما هي تنويه إلى خطوات الحوثية والتي لا يمكن مواجهتها إلا بمشروع دولة، مشروع كلي شامل وحديث يتجاوز الحقل الدلالي الملغوم الذي تشتغل عليه الحوثية، ويقفز إلى الأمام، إلى التحديث وليس إلى الأصولية الدينية أو الخلافات التاريخية الإسلامية والقبلية، مشروع عماده السياسة والتعدد الحزبي والحريات. قال قادة ميليشيا الحوثي إن إسقاطهم للعاصمة صنعاء هو إسقاط للفساد المالي وللجرعة، ومنذ اليوم الأول وهم يسطون على كل شيء. ووفقا لتقرير جديد أصدرته اللجنة الاقتصادية اليمنية عن جرائم مالية ارتكبها الحوثيون عبر بوابة شركة النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وعلق موقع المصدر أونلاين نهب ملايين الدولارات باسم شركات وهمية. تقرير جديد يكشف الجرائم المالية للحوثيين عبر بوابة شركة النفط. ونشرت اللجنة أرقاماً حول عمليات متنوعة للحوثيين عبر بوابة شركة النفط، وقالت إن هذا فقط ما أمكن حصره في ظل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ أغلب العمليات المالية خارج المستندات المالية والدفترية. وحصلت شركات وهمية وشركات مقربة من الميليشيا على مبالغ تتجاوز 228 مليون دولار عن طريق إبرام عقود وهمية مع شركة النفط في مناطق الحوثيين. وتشير الأرقام إلى حصول شركة الذهب الأسود على مبلغ 600 ألف دولار، وهي شركة تعود ملكيتها للقيادي الحوثي علي قرشة. كما حصلت شركة كوغاز على مبلغ 156 مليون دولار وشركة فينتوم على 39.9 مليون دولار وشركة أنرون على 31.8 مليون دولار. وبحسب التقرير فقد قامت الميليشيا بسحب 23 مليار ريال يمني من عائدات بيع النفط تحت مسمى المجهود الحربي. وفقاً لموقع عدن الغد، فإن أهالي أحد أبرز أحياء المدينة يضيقون بالتواجد العسكري في شوارعهم. وعنوان الموقع: مواطنون في كريتر يطالبون بتحويل معسكر 20 إلى مجمع تربوي. وقال الموقع إن مواطنين في مديرية كريتر بالعاصمة عدن طالبوا بتحويل معسكر 20 الواقع بكريتر إلى مجمع تربوي. وفي وثائق تلقتها عدن الغد قدم الأهالي طلباً إلى المجلس الانتقالي الذي يسيطر عليه عيدروس الزبيدي برغبة الساكنين في الحي المجاور من المعسكر بضرورة تحويل موقع المعسكر والاستفادة من موقعه لتنفيذ مشروع تربوي وبناء مدرسة للبنات، خاصة وأن فتيات الحي يدرسن في روضة الصهاريج وهي غير قادرة على تحمل زيادة عدد الطالبات سنوياً. جواد ظريف وزير خارجية إيران يعلن رفضه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لإيران، ويشدد على أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي. وقد علق السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان على هذه الدعوة التي وجهها وزير خارجية دولة تعبث بأمن دول كثيرة، وأضاف في مقال تنشره بلقيس: لماذا أنت يا جواد ظريف ترفض بشدة أن يتدخل الخارج في شؤون إيران الداخلية وتعتبره خرقاً للقانون الدولي؟ لماذا لا تطبق هذا المبدأ المنظم للعلاقات الدولية في السياسة الخارجية لإيران؟ لماذا لا تقنع النظام الذي تنتمي إليه بأن ما يمارسه من انتهاكات حمقاء بالتدخل في شؤون البلدان الأخرى هو خرق للقانون الدولي؟ لا ندري ما إذا كان لديكم طبعة أخرى للقانون الدولي تجيز لكم التدخل وتحميكم منه. ألا ترى أن إيران هي المنتهك الأكثر بشاعة للقانون الدولي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى؟ ماذا تسمي تمويل وتسليح ودعم الجماعات التي رهنت مصير بلدانها في المنطقة، في اليمن وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وغيرها، لحاجة نظامكم إلى الفوضى والحروب
لتمرير مشروعكم النووي أو مقايضته بتسييمكم شؤون المنطقة. ألا تسمي ذلك تدخلاً قبيحاً؟ انتهى إلى كارثة الدمار التي تشهدها كثير من بلدان المنطقة ومنها اليمن؟ بالنسبة لنا نحن اليمنيين، أنت كغيرك من قيادات هذا النظام مجرد مراوغ ومسجل خطر على قائمة المطلوبين للعدالة جراء ما اقترفتموه بحق اليمن من حرب ودمار وسفك للدماء. هذا التبويب الفارغ لحديثكم عن التدخل الخارجي في الشؤون الإيرانية في أجندة المغالطات التي تحاول أن تسوق بها النظام المؤذي الذي تقود دبلوماسيته الدولية هو من باب التلهي، لأن اللعبة التي يمارسها نظامكم هي تكرار ممل للعبة فارس القديمة في الغطرسة، والتي انتهت برستم إلى المصير الذي جعله يقيد سيقان جنوده بالسلاسل حتى لا يفر من ميدان المعركة، وانتهت في العصر الحديث بالشاه مشرداً في الأجواء تلفظه كل الدول التي ظلت تصفق لصلفه وغطرسته، وكأنكم لا تقرؤون التاريخ إلا من الزاوية التي استطاعت فيها شهريار أن تروض الملك القاتل لمحضياته لتؤجل النهاية المأساوية. في جولتنا اليومية بين الصحافة الفرنسية والتي تركز خلال هذه الأيام على التوتر في الشرق الأوسط، نطالع من صحيفة لوموند: إيران تؤكد أنها فككت شبكة تابعة للمخابرات الأمريكية ودونالد ترامب ينفي. وأعلنت إيران أنها اعتقلت 17 إيرانياً وحكمت على العديد منهم بالإعدام كجزء من تفكيك شبكة تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ادعاءات كاذبة تماماً، وتفيد طهران أن المشتبه بهم كانوا يعملون في مناصب حساسة أو في أنشطة خاصة متعلقة بهذه القطاعات، وكانوا يتصرفون بشكل مستقل عن بعضهم البعض. ووفقا لمسؤول إيراني فقد تم تجديد بعض المدانين من خلال الوقوع في فخ وضعته وكالة الاستخبارات المركزية أثناء سعيهم للحصول على تأشيرات للذهاب إلى الولايات المتحدة. ظهر طاقم السفينة البريطانية المحتجزة لدى إيران ستينا إمبيرو عبر تلفزيون إيراني، وقد بدأ أفراد الطاقم بصحة جيدة وفقا لفيديو تم نشره عبر وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية. وعنوان موقع السي إن إن: أفراد طاقم السفينة البريطانية المحتجزة يتحولون إلى ممثلين عبر تلفزيون إيراني. وأظهرت لقطات تمثيلية لعدد من أفراد الطاقم وهم في مناطق متفرقة من الناقلة، ومن ضمنها لقطة لأحد أفراد الطاقم الذي كان يحمل لوحا ويتجنب النظر إلى الكاميرا وهو متوتر. وفي مشهد آخر ظهر أفراد الطاقم وهم جالسون حول الطاولة، وبدأ أحد الأفراد وهو ينظر إلى الكاميرا ويسمع صوت خلفه يقول له: لا تنظر نحوي رجاء، قبل أن يعود الرجل ويلتفت إلى بقية أفراد الطاقم. ويبدو فرد من أفراد الطاقم وهو يقود النقاشات على الطاولة، ويمكن سماعه وهو يقول: لا توجد مشكلة على الإطلاق، في حين تظهر لقطة أخرى أحد الطهاة وهو يمثل أنه يقوم بطهي الطعام أمام الكاميرا. ويبقى موعد تصوير المقطع غير معلوم، وكانت قد احتجزت الناقلة الجمعة من قبل الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها مضيق هرمز، وطالبت بريطانيا بإطلاق سراح الناقلة بشكل فوري. رهائن هرمز والحذر وبعد النظر. تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا في فقرات منه: بعد 50 عاما من هبوط الإنسان على سطح القمر وما أثاره المشهد الاستثنائي من آمال، تبدو منطقة الشرق الأوسط عالقة في نزاعات قديمة وجديدة تحرمها فرصة الصعود إلى قطار الدول الطبيعية المنشغلة بالتنمية والتقدم. ففي هذه العقود الخمسة لم يعثر الفلسطينيون على دولتهم، احتفظ الخوف بلقب المواطن الأول في الإقليم. دول خائفة على حدود خرائطها أو خائفة من مفاجآت الداخل، وحكومات عاجزة عن مواجهة استحقاقات التنمية، وغياب فادح للمؤسسات العصرية القادرة على مواجهة المشكلات القائمة والتنبؤ بالمقتربة. منطقة مؤلمة تضج بالنزاعات، وولادة لأمواج من اللاجئين ولنزاعات انتحارية تدميها والعالم معاً.
وإذا كانت هذه المنطقة خافت سابقاً على ثرواتها وأرضها من تربص القوى الخارجية، فإنها تتخوف اليوم من النهج المغامر لدول فيها تغريها أحلام انتزاع لقب الدولة الكبرى المحلية. ونظرة سريعة إلى المنطقة تظهرها مكتظة بالجيوش الصغيرة الجوالة والصواريخ والطائرات المسيرة والسياسات المتهورة. كان على المرء أن يتابع حدثين في الوقت نفسه، حدث الاحتفاء بذكرى صعود الإنسان إلى القمر، وحدث الأزمة المتفاقمة قرب مضيق هرمز بكل تشعباتها المحلية والدولية. لا مصلحة للمنطقة في حرب جديدة، لكن شروط الاستقرار لا تبدو متوافرة. لم تتغير إيران التي تتصرف كثورة رافضة قاموس الدولة. ثمة من يعتقد أن العقوبات توجعها إلى حد يغريها بالمخاطرة، وهناك من يعتقد أن توتير خط التماس مع الغرب وحلفائه سياسة تستخدمها لتجديد تماسك نظامها. لكن هذا النوع من الألعاب لا يصلح لكل زمان ومكان، وحافة الحرب مقعد محفوف بأخطار كثيرة. قالت فرنسا إنها حققت انتصاراً تقنياً، لكن ما هو هذا الانتصار الذي تحدثت عنه وزيرة في الحكومة الفرنسية؟ ووفقاً لموقع البي بي سي، العثور على غواصة فرنسية مفقودة منذ أكثر من 50 عاماً، حيث عثر فريق بحث على مكان غواصة فرنسية مفقودة منذ أكثر من 50 عاماً، وأغردت وزيرة الدفاع الفرنسية فولنوس بارلي معلنة خبر العثور على الغواصة، واصفة إياه بأنه انتصار تقني يبعث على الارتياح. وكان هناك 52 بحاراً على متن الغواصة مينيرفا عندما اختفت على مقربة من ميناء تولون على الساحل الفرنسي الجنوبي في يناير 1968، وباءت كل الجهود المبذولة في السابق للعثور على الغواصة بالفشل. وكانت وزيرة الدفاع أعلنت تجديد جهود البحث عن الغواصة في وقت سابق من العام الجاري في ظل تجدد المناشدات من العائلات المكلومة للعثور على ذويهم. وعثر على الغواصة المفقودة على مسافة 45 كيلومتر أي 30 ميلاً من تولون، وتحت عمق 2370 متراً من سطح البحر. ولم يكشف أبداً عن سبب حادث فقدان مينيرفا الذي كان حلقة في سلسلة من الحوادث تعرضت لها غواصات عسكرية حول العالم في حقبة الستينيات من القرن الماضي. إرسال رسالة والانتظار للحصول على رد قد يكون أمراً مشوقاً في الماضي، بين أن أحد هواة المراسلة اضطر للانتظار لعشرات السنين حتى يأتي رد على الرسالة. الطفل الذي أرسل الرسالة أصبح كهلاً عندما حصل على الرد وعنون موقع الدي دبليو، ينتظر 50 عاماً ليحصل على رد لرسالته، حيث عثر طفل أسترالي على رسالة داخل زجاجة تطلب صديقاً للمراسلة على شاطئ نائم في جنوب أستراليا بعد نحو 50 عاماً من إلقائها في المحيط الهندي. ووجد الطفل جيا إليوت الزجاجة بين كثبان رملية على شاطئ إيطاليا في شبه جزيرة إيرا في ولاية جنوب أستراليا، بينما كان والده يصطاد وكسر الأب الزجاجة وعثر على الرسالة بداخلها. يعود تاريخ الرسالة إلى 17 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1969، وتكشف أن المرسل فتى يبلغ من العمر وقتئذ 13 عاماً، وهو من إنجلترا وكان في طريق الهجرة إلى مولبرون. وكتب الرسالة على ما يبدو وهو على متن السفينة، سفينة فيريستار، أثناء رحلتها إلى أستراليا، وطلب رداً من أي شخص يعثر على الرسالة. ورد الأب على الرسالة بعدما ساعدت هيئة الإذاعة الأسترالية في اقتفاء أثر صاحبها، وتبين أنه عائد من جديد أو عاد من جديد إلى المملكة المتحدة. وذكرت الإذاعة أن التواصل بين الرجلين في تلك المرة تم عبر وسائل أكثر تطوراً. نظراً لأهمية المحاضرة التي ألقاها قبل سنوات الفيلسوف المعروف نعوم تشومسكي، نواصل نشر مقتطفات مما نشرته صحيفة الغد. تشكل الحاجة إلى إذلال أولئك الذين يجرؤون على رفع رؤوسهم عنصراً متأصلاً في عقلية الإمبريالية. وبالاستشهاد بحالة واحدة فقط، ظهر المعلق الليبرالي البارز في صحيفة نيويورك تايمز والمتخصص أيضاً في شؤون الشرق الأوسط توماس فريدمان في أحد البرامج الحوارية النادرة في التلفزيون الأمريكي في شهر أيار مايو 2003،
وسأله المضيف عن توصياته لجيش الاحتلال الأمريكي البريطاني في العراق، وكانت إجابته بليغة وصريحة: إننا نحتاج للذهاب إلى هناك في الأساس وغرس عصا غليظة تماما في قلب ذلك العالم. إنما كان المسلمون يحتاجون إلى رؤية الأمريكيين وهم يتنقلون من منزل إلى آخر في كل المسافة من البصرة إلى بغداد، ويقولون للناس بشكل أساسي: هل كنتم تعتقدون بأننا سنترك هذه الفقاعة من وهم الإرهاب تنمو؟ وباختصار، فإن جرعة شديدة من الإذلال التي يقدمها الفتيات والفتيان الأمريكيون سوف تبلغ النساء والأطفال المرتعبين في المنازل التي يقتحمونها بأن من الأفضل لهم أن يتوقفوا عن إرهابنا. إن الحاجة ليس للسيطرة على الضحايا فقط، وإنما لإذلالهم، هي طبيعة ثانية للقادة السياسيين أيضاً. وجاءت إحدى الحالات الدالة في هذا السياق في العام 1988، عندما قبل المجلس الوطني الفلسطيني رسمياً بالإجماع الدولي على حل قائم على أساس الدولتين. كانت الولايات المتحدة تصبح في ذلك الوقت موضعاً للتندر العالمي بسبب عدم استعدادها لسماع دعوة ياسر عرفات إلى الدبلوماسية السلمية. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نعرض مجموعة من الصور التي التقطها المصور المتخصص تحت الماء روجر غريس، وتظهر المخاطر التي تهدد البيئة البحرية، وتظهر أيضاً جانباً من جمال يندثر، وقد نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية. نتابع. ولرسامي الكاريكاتير وجهة نظر في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف، منها مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا لحلقة هذا اليوم. بهذه الرسوم وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.